بعدما فشل المنتخب الوطني الجزائري في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، كولينا يدافع عن قسامة ضد اتهامات الجماهير الجزائرية. وعلق الحكم الإيطالي كولينا رئيس لجنة الحكام للاتحاد الدولي لكرة القدم على اتهامات الجماهير الجزائرية اتجاه الحكم الغامبي بكر قسامة. وحسب صحيفة كومبيتيسيون الجزائرية الناطقة بالفرنسية، فإن الحكم الإيطالي كولينا قد دافع على قرارات الحكم الغامبي قسامة في مباراة الجزائر والكاميرون واعتبرها في مجملها موفقة. كولينا اعترف بأن الحالة الوحيدة المثيرة للجدل تتعلق بهدف الأسود الأول الذي كان فيه خطأ على المدافع الجزائري عيسى ماندي، لكن التصوير السيء وعدم إعادة اللقطة من مختلف الزوايا يجعل عدم احتساب الهدف صعب جدا. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.